مرحبا بكم متابعينا. مرة أخرى يتم إيقاف نور الدين البحيري على خلفية قضية ضخمة واختيرة للغاية تمس من أمل الدولة التونسية. القضية هذه تتعلق بتدليس جوازات سفر وتتعلق بأفراد إرهابيين قاموا بجرائم إرهابية وشنيعة للغاية خارج تراب الدولة التونسية. وطوال فترة حكم حركة النهضة في العشرية السوداء قام نور الدين البحيري بتدليس عديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الأشخاص ما كانوش تونسيين ولم تتجاوز فترة إقامتهم في البلاد التونسية بضعة أشهر فقط. الأشخاص هذم كانت تتعلق بهم جرائم حرب وجرائم إرهابية وكانوا ملاحقين من السلطات في بلادهم ولجأوا لتونس كمفر أخير لهم ولقوا ترحيب كبير من قيادات حزب حركة النهضة اللي وفروا لهم كل ما يستحقوها. وهذا السبب الرئيسي وراء توجيه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالحاسمة استدعاء قضائي للقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري السماعه كمتهم فيما عرف بملف افتعال وثائق وجوازات سفر الأشخاص السوريين ارتكبوا قضايا إرهابية خارج أرض الوطن. هذا اللي خلى نور الدين البحيري نزل تدوين على موقع على التواصل الاجتماعي ويقول فيها: أبلغت مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 من طرف أحد أبنائي بتسلمه بعد الساعة 3 بعد زواله استدعاء للحضور صبيحة يوم الأربعاء 6 ديسمبر أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى حين الاطلاع على ملف طبق القانون. أغلب الظن عندي أنه السجبي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل. ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا إلا وعيا بما يمثله الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة التونسية وعلى الحقوق والحريات والتزاما بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن لا للملفات المفتعلة. هذا كان رد نور الدين البحيري على استدعائه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وزعم في الأيام القادمة باش تكتشف حقائق جديدة حول الملفات الاختيرة اللي تدور حول قيادات حزب حركة النهضة. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.